يعني الحمد لله زي ما سيادتك قلت، التجربة وسيادة الرئيس تعرضها النهاردة وهو بيتابع باستمرار يعني الجهود اللي بتبذل، وهو سيادته معانا في كل خطوة، وفي خطوات استباقية عشان وفعلا الخطة المصرية في مكافحة الفيروس بدأت قبل ما يحصل ولا يكتشف أي حالة في مصر، وأعتقد دي نقطة إيجابية كبيرة جدا. ثانيا الاحتياطات والترصد والاحتراز خطوات إيجابية اتعملت بسرعة جدا ونفذت بجدارة وباحترافية، بحيث قدرت تحمي أعداد كبيرة من المصريين من الإصابة بالفيروس. يعني سيادتك الإغلاق لم يتم إغلاق كامل، يعني عجلة الإنتاج ما وقفتش 100%، لكن قدرنا نوقف أو وقف كثيرا من الأنشطة اللي ممكن يكون فيها المواطنين، اللي سيادتك دايما بتقول إن البلد كلها والرئيس حريص عليهم، تحميهم، المدارس والجامعات ومؤسسات كثيرة خدمية وقفت لفترة حتى نحمي المواطنين من الإصابة بهذا المرض. والمرض مرض معدي، والإصابة طريقتها معروفة والحماية منها معروفة والوقاية منها معروفة. احنا فين النهاردة سيادة الوزير؟ الحاجة الثالثة يا استاذ احمد، فضل فضل. التجهيزات التي تمت في البلد كلها، يعني انا كان معايا مجموعة من الزملاء دلوقتي بقول لهم البنية التحتية بتاعتنا رغم ان كان فيها بعض السلبيات او نقص بعض الامكانيات، انا بتكلم في الاول، او نقص بعض المستلزمات، لكن قدرت تنفع كثيرا في مكافحة وعلاج وتشخيص وعزل الحالات. فالنقطة الثانية اللي سيادة الرئيس أكد عليها وأنا كلمت مع سيادتك فيها قبل كده وأكد تاني، إن إحنا يجب أن نستمر بنفس القوة في الاستعداد والترقب والترصد والاحتراز، لأن لسه في عندنا حالات موجودة، لسه في حالات بتحتاج مستشفيات، لسه في حالات بتحتاج رعاية مركزة. وحتى سيادة الرئيس النهاردة قال وإحنا بنؤكد على هذا، إن إحنا يجب نعمل استعداداتنا وتجهيزاتنا وكأننا في مرحلة صيانة، بحيث كل المؤسسات التي تعاملت في مقاومة الفيروس تحت ضغط نفسي وعصبي وضغط جماهيري في مراحل كثيرة، في هذه الفترة اللي إحنا فيها الحمد لله الحالات بتقل وشدتها بتقل، يجب أن نستمر في الاستعدادات والتجهيزات، بحيث لو حصل أي حالة جديدة أو أي نوع من أي نشاط جديد للفيروس يبقى احنا مستعدين لهذا. اجتماع سيادة الرئيس مع سيادتك اليوم، هل لأنه لدينا مخاوف بجد فيما يتعلق بالموجة الثانية وخاصة أنه أوروبا وفرنسا؟ الحذر الحذر والتخوف لا يؤكد أن فيه موجة تانية جاية ولا لا، لسبب بسيط، أن الموجة الأولى لم تنتهي. يعني الموجة الأولى احنا ما زلنا فيها، قلت وده متوقعين. وسيادتك أستاذ أحمد لو استرجعتك الحديث بتاعتنا القديمة، قلنا ان احنا الحالات بتتصاعد وهتوصل الى القمة، ثم تبدأ تقل، واتفقنا ان الحاجات كانت بتزيد بطريقة افقية وليست رأسية، ودي كانت ميزة في التعامل مع الحالات. انما بما نشاهده ونسمعه ونراه في مختلف انحاء العالم، ان في حالات بتيجي تاني، ان في شدة الحالات بتيجي، العدد بيزيد، فهنا الاستعداد الكامل والتام في منتهى الأهمية. لو ما جاش يبقى خير وبركة ونعمة من ربنا، لكن لو جه يبقى فيه استعداد، استعداد وقائي مننا كلنا، من المواطنين، من الإعلام، من الصحة، من الجامعات، من كل حتة. وإذا ما جاتش يبقى نعمة كبيرة من ربنا، لكن لو جات يبقى فيه استعداد كامل. أنت بتقابل عدو، ودايما عدوك لازم تترقبه وتتحسبه وتخاف منه وتكون مستعد له. فرنسا اليومين اللي فاتوا الحالات بتزيد 3000 و4000 حالة، بعد ما كانت مئات. هل عندنا مخاوف بصراحة؟ سيادة الرئيس النهاردة تحدث عن التعليم العام الدراسي الجديد، وانه لو في اي يعني ممكن نأجل ولا هنمشي في نفس الخط اللي اتفقنا عليه. حضرتك طول ما احنا ماشيين بخطة وقائية اللي اعلن عنها سيد وزير التربية والتعليم، العدد، التباعد، تقسيم اليوم الدراسي، تقسيم الأيام الدراسية، جزء إلكترونيك وجزء تاني حضورا، وكل الناس لازم عاملة الاحتياطات، الطلاب أو التلاميذ، التدريس، العاملين، بحيث يبقى فيه استعداد كامل إن ما يحصلش أي عدوى. لو حصل أي طارئ جديد
فالسياسة التعليمية هتتغير توافقا مع هذه الظروف التي نتمنى إن شاء الله أنها ما تحصلش.